أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الفائز يقول: ما هي الردة؟ ومتى تكون الردة في الاعتقاد؟ وهل تثبت ردة المميز؟ الردة هي الرجوع عن الإسلام، الردة هي الرجوع عن الإسلام من ارتد إلى رجع، والرجوع عن الإسلام يكون بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام في الشرك بالله عز وجل، تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالسد، هذه الأمور الأربعة. فإذا تكلم كلام الكفر وهو غير مكره إنه يكفر بذلك، وإذا فعل فعل الكفر كان سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو ترك الصلاة هذا كفر يخرج من الملة. وإذا اعتقد بقلبه عدم صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو شك أو اعتقد عدم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كحال المنافقين، منافقون يشهدون أنه رسول الله لكن يكذبونه في قلوبهم، هذا الردة، الردة. أو شك قال ما ندري هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، هل هو رسول ولا ما هو رسول، هل ما قاله صحيح، هل ما ذكره عن الجنة والنار صحيح أو ما هو صحيح، إذا شك هذا كفر، كفر وردة. فالردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد وبالشك. والنواقض كثيرة جدا، ذكر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض في رسالة مستقلة، والفقهاء ذكروا نواقض كثيرة في كتب الفقه